الخير والسعادة على حضراتكم. النهاردة الصبح وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، وده للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين اللي بتعقد في مدينة نيودلهي. قمة مجموعة العشرين زي ما حضراتكم عارفين تأسست في سنة 1999 بناء على بعض التحديات اللي حصلت بعد الأزمة المالية الأسيوية، وتأسست كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية علشان يناقشوا القضايا الاقتصادية والمالية والعالمية الهامة. وأيضا كانت مهتمة بشكل رئيسي بمسألة الهيكلة العالمية والإدارة بكل ما يخص القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة. حين هذه القمة مهتمة بمسألة تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره وخلق يعني مساحة للإصلاح في المؤسسات المالية الدولية، وبالتبعية يكون في تحسين للنظام المالي العالمي. بالتأكيد ده بيهم كل دول العالم المشاركة في هذه القمة، وحتى الدول اللي مش موجودة في قمة مجموعة العشرين، لأنه ده المنتدى الاقتصادي الأهم في العالم. يعني دول بترأس كده مجلس إدارة العالم من الناحية الاقتصادية وأيضا بالتبعية الناحية السياسية. دعوة مصر لحضور هذه القمة دعوة هامة جدا. وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الهند متحدثا بصوت أفريقيا وصوت الدول النامية خلال القمة حديث هام جدا. وفي كل المحافل الدولية يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلسان القارة الأفريقية، يطرح القضايا اللي تشغل الرأي العام الأفريقي. وبالتأكيد اليوم الجميع يتحدث عن قضايا غذاء وطاقة تواجه العالم أجمع، والدول النامية هي الدول الأكثر تضررا بكل التغيرات الجيوسياسية اللي بتحصل في العالم. الحقيقة أنه يعني على رأس كل هذه المشاكل زي ما كنت بقول لحضراتكم هي المشاكل الاقتصادية، البحث عن فرص متكافئة في الاقتصاد العالمي للدول النامية. أعتقد ده الحديث الأهم في قمة مجموعة العشرين فيما يخص الدول الأفريقية. تقديم المساعدة والمساندة الفاعلة من ناحية الدول المتقدمة للدول النامية علشان يقدروا يحققوا تنمية مستدامة، ده أعتقد حديث هام جدا في القمة. مسألة أنه نواجه كدول نامية كل التداعيات السلبية اللي حصلت في الاقتصاد وفي الغذاء والطاقة والأزمات العالمية المتلاحقة، وإزاي ده أثر على التنمية المستدامة داخل الدول الإفريقية، ده أعتقد هيكون محور لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. كل ده طبعا بجانب اللقاءات الثنائية اللي هتكون على هامش قمة مجموعة العشرين بالتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. الحقيقة أنه يعني هذه اللقاءات الثنائية في العادي انه بينتج عنها اتفاقات اقتصاديه هامه جدا لما تكون على هامش قمم هامه زي قمه مجموعه العشرين. مع كل ما تشهده الساحه الدوليه على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي من تطورات واسعه وجمله من التغييرات اللي بتفرض المزيد من التحديات على دول العالم وخصوصا الدول الناميه، هنفهم مع حضراتكم ازاي ممكن تستفيد افريقيا من انضمامها لمجموعه العشرين، وايضا ماذا تقدم أو ماذا يقدم الاتحاد الأفريقي لهذا التكتل العالمي، إزاي ده ممكن يحدث وإيه هتكون أوجه الاستفادة من الناحيتين. هنفهم مع حضراتكم ده بالتفصيل. معنا على الهاتف دلوقتي دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. واليوم وقمة مجموعة العشرين ودعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام لقمة مجموعة العشرين، وكيف تستفيد الدول الأفريقية بانضمامها لهذا التكتل العالمي الاقتصادي الهام، وأيضا ماذا يقدم الاتحاد الأفريقي لهذا التكتل؟ اهلا بيك يا استاذ هدير، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي قمه التحديات المتزايده في ظل ازمات عالميه اصبحت مركبه، واصبحت لا يمكن القضاء على هذه الازمات الا من خلال التكاتف، وفي ظل حاله من الاستقطاب الحاده بين القوى الدوليه، واصبحت القاره الافريقيه هي الاهم في المنظومه الدوليه في الفتره الاخيره، على اعتبار انه حتى هذه اللحظه لم يتم استغلال الثروات الطبيعيه الكبيره داخل القاره الافريقيه، وبالتالي حاله الاستقطاب جعلت وجود الاتحاد الافريقي كعضو مهم في مجموعه العشرين يؤشر الى ان الفتره القادمه هي فتره القاره الافريقيه، وده ظهر بشكل واضح جدا في الفتره الاخيره عندما ترأست مصر
يعني رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعادت من الباب الواسع إلى القارة الأفريقية، وتم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة اللي بتخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار. وده بينعكس كبير جدا من خلال رؤية استراتيجية حقيقية لتوسيع وتنويع الشراكات الاستراتيجية اقتصاديا، بما يحقق الفائدة المتنوعة على كل الدول وليس فقط على مجموعة مجموعة العشرين أو حتى فيما يخص القارة الأفريقية، لأن انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين ده سيؤدي وبشكل كبير إلى انضمام أكثر من 52 دولة أفريقية سينضموا بشكل كبير، لأن هو هيكون سوق لهذه الدول. صحيح، بكل ما تحمل هذه الدول من ثروات يمكن لعقود كان بيتم استغلالها لكن ليس في صالح الدول الأفريقية والمواطنين الأفريقيين، كيف يمكن أن يتم التعاون بشكل يضمن التنمية المستدامة لشعوب هذه القارة من خلال انضمام الاتحاد الأفريقي لقمة مجموعة العشرين؟ طبعا يعني مجموعة العشرين هي قمة مؤثرة، بل هي المجموعة الأقوى في المنظومة الدولية اقتصاديا وأيضا سياسيا، ولكن يعني هذه المجموعة بتشكل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وده رقم كبير جدا يؤشر لقوة هذه المجموعة اقتصاديا، من 75% من حجم التجارة الدولية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 60% من سكان العالم داخل هذا التجمع أو هذه المجموعة. وبالتالي أرى أن القارة الأفريقية بما لها من ثقل اقتصادي كبير وبداية تحرر حقيقية من خلال العمل على الاستفادة من الثروات داخل القارة الأفريقية وفقا لمبدأ رابح رابح، وبعيدا عن اتفاقيات الإذعان التي تخدم طرف على حساب الطرف الآخر. وبالتالي الفترة القادمة أرى أن هناك رؤية استراتيجية بيتم صياغتها من خلال رئاسة أيضا مصر للنباد، وهذه الجزئية ستبحث عن إيجاد تنمية مستدامة داخل القارة الأفريقية، وخاصة أن البنية التحتية في القارة الأفريقية إذا تم إعادة بنائها أو تم عمل بنية تحتية قوية داخل القارة الأفريقية كتنفيذ مشروع القاهرة كيب تاون أو ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وأيضا من المشروعات الهامة وتنفيذ هذه المشروعات على واقع الأرض في ظل الفرص الاستثمارية الحقيقية داخل القارة الأفريقية، أرى أن الفترة القادمة من الممكن أن يكون هناك تحول حقيقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية اللي بدأ يكون لديها رغبة حقيقية في تحقيق أهدافها سواء سياسيا أو اقتصاديا، وهذه المجموعة من الممكن جدا أن يكون هناك إضافة متبادلة لها وللقارة الأفريقية معا. صحيح، وربما يا دكتور بوجود مصر ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة اليوم، وحانه بعد كوب 27 كان في يعني رقم ضخم في الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة في مصر، إذن الحديث عن تنمية مستدامة والحديث عن اقتصاد أخضر في الدول النامية ومنها طبعا القارة الأفريقية حديث هام، وربما اللقاءات الثنائية التي سيعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياتها هي مسألة الاقتصاد والاستثمارات. سؤال مهم جدا يا أستاذ هدير. مصر وضعت قدمها داخل المنتديات الكبرى ليس من فراغ، ولكن نتيجة عمل دؤوب قامت به الدولة المصرية في الفترات الأخيرة، ونجحت في الانضمام لمجموعة بريكس هي وثلاث ودولتين عربيتين أو 6 دول تم الانضمام، ودي دلالة من أصل 23 دولة كان لديهم الرغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس، والآن يتم دعوة الدولة المصرية لوجودها داخل مجموعة العشرين. وهذه الدعوة كما أشرت لحضرتك لم تأتي من فراغ، ولكن نتيجة العلاقات الاستراتيجية وتنويع مصر وشراكاتها الاستراتيجية مع كل الدول، ونجحت في أن تتبوأ مكانتها الحقيقية على واقع الأرض. يعني زيارة الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي إلى الهند كانت زيارة مؤثرة جدا، وتم توقيع أكثر من 3 اتفاقيات بقيمة 8 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ثم زيارة هامة جدا لرئيس الوزراء الهندي للقاهرة
القاهرة، ولقاءه أيضا وتقديم دعوة للرئيس السيسي دلالة على المكانة الكبيرة باعتبار مصر هي صوت أفريقيا وصوت الدول النامية في هذه المنتديات. والآن يعني مصر تسير مع الهند في أكثر من شراكة ومع كل دول المجموعة، بتقوم بتنفيذ الكثير من المشروعات والمصانع الخاصة بالأدوية، منطقة صناعية لقناة السويس ورغبة الكثير من الدول من الاستثمار فيها، توفير بيئة تشريعية قوية، توفير بيئة جيدة جدا لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية، كلها مؤشرات تدل على أن الدولة المصرية بتسير في الطريق الصحيح في تنويع شراكاتها الاستراتيجية اقتصاديا، مما يحقق العائد المرجو وليس فقط للدولة المصرية ولكن لكل الدول النامية وللشعوب صحيح. الأفريقية يعني من أقصاها إلى أدناها. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. دلوقتي نروح مع حضراتكم لدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني بالحديث عن قمة مجموعة العشرين، هذا التكتل الاقتصادي العالمي الأهم وبكل التغيرات الجيوسياسية والتوترات الدولية إثر الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات ما بين الجانب الصيني والأمريكي والصيني والهندي، كيف يمكن للاتحاد الأفريقي بانضمامه لقمة مجموعة العشرين كلاعب جديد أن يحدث حلحلة ويستفيد من وجوده مع هؤلاء الكبار في تكتل اقتصادي هام قمة مجموعة العشرين؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وبالتأكيد قمة العشرين في هذه المرحلة بتنعقد في وقت مهم جدا، العالم بيمر باضطرابات اقتصادية كبيرة جدا، نتابع كيف أن التكتلات تسعى إلى توسيع نطاقها، تابعنا تكتل بريكس وكيف أنه يوسع من نطاقه، كثير من التعاون أو التعاون الإقليمي بيعاد تشكيلها. قمة العشرين هي تأسست من البداية في 1990 لمواجهة أزمة صحيح عالمية كانت وتشكلت على مستوى وزراء المالية، ثم في 2008 تم ترقية هذه المجموعة إلى مستوى الرؤساء لتواجه المشكلات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري التي حدثت في هذه المرحلة. هذه القمة التي تضم المجموعة الأكبر من الدول في العالم، تضم دول من تكتل بريكس، تضم دول من المجموعة السبعة، بتتوسع لتضم الاتحاد الإفريقي، موجود فيها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الكثير من المؤسسات، هي تأتي في هذه المرحلة وتعترف بالدور الإفريقي وتعترف أنه لا يوجد إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي أو معالجة لهذا الأمر إلا في وجود إفريقيا والقوى المؤثرة في إفريقيا وعلى رأسها مصر. فوجود مصر في هذه القمة هو اعتراف من مجموعة العشرين بدور الدولة المصرية وبقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الفترة القادمة، كما أن وجود مصر يعبر عن نجاح الدبلوماسية المصرية. تأثير السيد الرئيس بدا واضحا منذ رئاسته للاتحاد الإفريقي، حيث أنه حمل هموم القارة وكان أفضل من يتحدث باسم القارة وتطبيق مشروعاتها. الانخراط في مثل هذه التكتلات، سيما هذا التكتل الكبير قمة العشرين، بيأتي إليه ويذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملا هموم القارة الإفريقية متحدثا عنها راعيا لما تبناه خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019. ربما كانت تداعيات الكورونا في 2020 وتداعيات الحرب الأوكرانية خلقت مشاكل متعلقة بالتمويل، إذن فهناك حديث من السيد الرئيس، وتصور أن السيد الرئيس طالما نادى باقتصاد ونظام عالمي اقتصادي أكثر مساواة، هذا ما تبتغيه الدولة المصرية، وهذا نفرض التوازن والتكافؤ، ويمكن ده اللي بتبحث عنه الدول النامية. والحديث عن الديون والاقتراض ده يمكن حديث هام جدا بتنتظر الدول النامية، لأن احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة بوجود كل المؤسسات الدولية اللي بتمنح هذه القروض. ازاي ممكن ده يحدث الفارق بوجود الاتحاد الأفريقي داخل قمة مجموعة العشرين؟ طبعا الاتحاد الأفريقي اليوم عندما يكون موجودا هو يأتي بتحدياته، هو لديه تحديات متعلقة بالديون، لديه أيضا تحديات متعلقة بصناعة التنمية وفقا لخطته واستراتيجياته الشخصية ومشاريعه التي حددها كمشروع ربط القاهرة
بجوهانسبرج، ربط البحر الابيض المتوسط، بحيره فيكتوريا، مشروعات البنيه الاساسيه، مشروعات التحول الرقمي. هو لديه مشروعات، لديه ايضا مشروعات الطاقه والتكنولوجيا. هو ياتي ليطلب بحقوقه. يعني هناك وعود كثيره من الدول المانحه، وهناك وعود كثيره متعلقه بقمة المناخ. حتى في شرم الشيخ كانت هناك وعود بمساندة الدول الإفريقية. السيد الرئيس يذهب ليؤكد على أن الدول الإفريقية تحتاج إلى هذه الوعود، تحتاج إلى تفعيل هذه الوعود. الاتحاد الإفريقي يريد أن يكون له دورا، وهو له دور بالفعل. ولا يوجد نظام عالمي اقتصادي عادل بدون النظرة بعدالة إلى الاتحاد الإفريقي. فتحسين معيشة المواطن الإفريقي سينعكس بالإيجاب على المواطن الأوروبي. سيكون هناك حد من الهجرة غير الشرعية، سيكون هناك قدرة شرائية لدى المواطن الإفريقي من أجل أن يكون هناك تبادل تجاري عادل، وتبادل تجاري يخلق مزيد من النمو الذي ينعكس بالإيجاب على المواطن الإفريقي وعلى المواطن الموجود في كل أنحاء العالم من الدول التي تنخرط في علاقات اقتصادية مع دول الاتحاد الافريقي. صحيح، يمكن الحديث عن خطورة تقسيم العالم زي ما أسماء السيد رئيس ماكرون حديث هام جدا داخل القمة، والبحث عن فرص متكافئة ومتوازنة اقتصاديا ده حديث هام جدا سيطرح داخل القضايا اللي بتتناولها مجموعة العشرين. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل، نرجع بعد نكمل حلقتنا، خليكم دايما معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقة أنه حلم تمكين الشباب ده من كام سنة لو جيت تتكلم عنه هتتكلم عنه كلام افتراضي، ما هواش كلام واقعي، لأنه ما كناش بنشوف الشباب ممثلين في كل جهات الدولة. لكن الحقيقة أنه من فترة كبيرة ومن كذا سنة شفنا برامج لإعداد هؤلاء الشباب. هم مش هيتم تمكينهم من غير ما يكونوا مؤهلين أنهم يمسكوا مناصب قيادية في الدولة، ويمكن هي كانت الأزمة في تأهيلهم. ما كانش فيه عين شايفة الشباب دول، شايفة طاقتهم، شايفة ازاي ممكن هذه الطاقات تخدم هذه الدولة، لأنه بيكون عندهم طاقات الحقيقة طاقات إيجابية جدا، عندهم أفكار كتير لو تم العمل عليها بشكل يعني بناء هتفرق كتير مع بلدنا. من الحاجات المضيئة جدا اللي حصلت هي مسألة تمكين الشباب بعد الحقيقة تسليحهم بالعلم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية حصلت ما كناش بنشوفها قبل كده، كنا بنشوفها بس حبر على ورق. الملهم الحقيقة والمفرح إنه بيتم البناء على كل ما تحقق. إحنا مش بس واقفين على إن إحنا نشوف شاب ماسك مساعد محافظ أو شاب موجود داخل مجلس النواب أو شاب حتى محافظ شباب وشابات طبعا، لكن الحقيقة إنه القيادة السياسية منوطة بهذا لدرجة كبيرة جدا ومهتمة بالبناء على ما تم في مجال تمكين الشباب، لدرجة إن إحنا بنشوف هذا هذه الأطروحة موجودة وبقوة وبتمثل داخل الحوار الوطني وهو الحوار السياسي الأهم دلوقتي. كان في جلسة لتمكين الشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والشبابية داخل الحوار الوطني في لجنة الشباب، والحقيقة إنه تم مناقشة كل التحديات اللي بتواجه الشباب دلوقتي وزي ممكن يكون في طريق للبناء في هذا المجال علشان نقدر نستفيد أكتر بهذه الطاقات الشبابية. خلينا نعرف مع حضراتكم بالتحديد إيه اللي حصل داخل أروقة هذه الجلسة داخل الحوار الوطني. معنا على التليفون النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك، ويمكن الحديث عن تمكين الشباب ده حديث هام جدا الحقيقة، واهتمام القيادة السياسية بهذا ووجوده داخل الحوار الوطني شيء يفرح الصراحة، ويعني بداية للبناء أكثر في مواصلة تمكين الشباب. أولا بشكر حضرتك يا أستاذة أيزير على كلامك المحترم عن الشباب، وإحنا الحمد لله الجلسة امبارح يعني زي ما حضرتك كانت فعلا ثقافة كبيرة جدا شفناها على مدار العشر شهور اللي فاتوا من ساعة لما ربنا وفقنا وتم تعييننا إن إحنا نكون مقررين على لجنة الشباب بالحوار الوطني، واستخدمنا ساعتها الأمانة الفنية إن إحنا نخش جوه الجامعات المصرية سواء الجامعات الحكومية الأهلية والجامعات الخاصة وكمان المعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية. إحنا زرنا 108 جامعة ومعهد
على اساس ان احنا نسمع اصوات الشباب انتوا محتاجين ايه من لجنه الشباب في القريه. طب وكمان اتشرفنا ان احنا نزلنا المدارس وده كان التعاون مثمر ما بين الحوار الوطني ووزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي ان احنا يتاح لنا المسافه والمساحه الكبيره جدا ان نسمع جوه قلب الجامعه ان في مشاكل وتحديات بتعوق عمل الشباب في وقت اتحادات الطلبه وكمان في الانشطه الطلابيه. ايه الحاجات اللي احنا سمعناها وكمان لما سمعناها شفناها بقى امبارح بيطالبوا بيها الشباب؟ اول حاجه كان انت لما حضرتك بتتكلمي عن اهميه التنسيق السياسي زي ما حضرتك ذكرتي ان في نواب محافظين للشباب وفي مساعدين وزراء للشباب وايضا في اعضاء برلمانيين سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. بس احنا لما هنيجي خلاص ده حصل لينا تمكين حقيقي بس احنا عايزين نبني على التمكين ده عشان نقدر نعمل تمكين حقيقي للشباب داخل السياسه سواء في السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه كان لازم نهتم بدعم الاتحادات الطلابيه والانشطه الطلابيه. ازاي ده جه؟ لما انا اسمع ان احنا عندنا 5 لجان داخل المدارس و7 لجان نوعيه داخل الاتحادات الطلبه وكان اول سؤال اساله لهم انتوا يا شباب احنا عندنا كام وزاره في الدوله؟ للاسف محدش يعرف. طيب هل تعرفوا انتوا كلجنه اجتماعيه زي ما حضرتك عارفه وعشان المشاهد برضه يعني متابع معانا الاحداث احنا عندنا 7 لجان زي اللجنه الاجتماعيه عندنا لجنه الجواله عندنا لجنه الثقافيه عندنا اللجنه الرياضيه. فاللجان المختلفه دي لما كنا نسالهم بقى قدام الوزارات بقى اللي انتوا المفروض بتتعاونوا معاها هل تعرفوا برامجهم؟ للاسف ما يعرفوش كتير جدا ما يعرفوش. ودي كانت الحقائق اللي لازم تبان عشان نقدر نحل المشكله. الموضوع ان احنا مش نداري على المشكله هو ده الهدف الرئيسي من الحوار الوطني. احنا عندنا فعلا مشكله كبيره ان شبابنا ما يعرفش انجازات الدوله المصريه، ما يعرفش الحكومه بتقدم ايه. فكان الغرض من الاجتماع للشباب ان اول يعني زي ما بيقولوا كده توصيه الشباب قالوها لنا هي ربط الوزارات المعنيه باللجان اللي متواجده داخل سواء المدارس او الجامعات. عايز اقول لحضرتك كمان احنا شفنا انشطه طلابيه شباب بتشتغل على ملف التصنيع وسمعنا امبارح في الجلسه صناعه عربيات وعجل وغواصات بايادي مصريه بايادي شباب مصريه. شفنا شباب تاني بيتكلم عن الملف البيئي وشرفنا في كاب 27 وهيطلع ان شاء الله في كاب 28 يمثل مصر من مختلف المحافظات. شفنا شباب تاني كان بيتكلم على نماذج المحاكاه سواء نموذج محاكاه مجلس الوزراء او مجلس النواب والشيوخ او الاتحاد الاوروبي او اليونايتد نيشن. في شباب فعلا شفناهم نماذج مشرفه وعندنا شباب تاني بيوفر فرص عمل لزمايل داخل الجامعات. فتخيلي ان كل اللي انا بحكيه لحضرتك ان كل ملف بيجيبه كل مواطن مصري شبابنا داخل الجامعات وداخل المدارس بيشتغلوا عليه. بس الشباب سالنا سؤال انتوا ليه دايما رابطين وزاره الشباب مع وزاره الرياضه؟ فسالناهم طب انتوا ايه محتاجين ايه؟ فقالوا لنا احنا بنشتغل على ملف الصناعه. طب ولاهميه الصناعه في مصر ما تسموها وزاره الشباب والتجاره والصناعه. وشباب تاني بيتكلم عن الملف الحمايه الاجتماعيه فتوصيل الشباب ما تسموها وزاره الشباب والتضامن الاجتماعي. الرساله اللي الشباب كانوا عايزين يوضحوها هي لازم فصل وزاره الشباب عن الرياضه او الغاء الوزارتين وتبقى مجلس قومي للشباب ومجلس اعلى للرياضه. لاهميه دور الشباب واللي اكثر من ده كمان الشباب كان بيطالب يعني مش هقول لحضرتك بقى تعديل اللائحه بتاعه 2019 بالنسبه للجامعات، لا ده شباب عندنا قدم لنا مشروع قانون بمواد لما قريناها حاجه فعلا تشرف. ايه اسم القانون ايه؟ تنظيم عمل استعدادات الطلبه والانشطه الطلابيه في المدارس والجامعات. شباب تاني جالنا من الولايات بالتحديد الانشطه الطلابيه والجامعات بيخرج منها الكثير من الابداع، فالنظره هنا بعين الاهتمام لهذا القطاع يعني نظره هامه جدا. وهيحصل يا استاذ عبير انا عايز اقول لحضرتك كل التوصيات اللي الشباب قالوها هي كلها قابله للتنفيذ، وفخامه الرئيس في المؤتمر الثامن للشباب وضح ان كل ما التوصيات قابله للتنفيذ هيصد عليها على الفور، ولو في توصيات هتروح للبرلمان زي مثلا مشروع القانون هيتم دراسته عندنا ان شاء الله في شهر 10 القادم عشان نقول للشباب ان انتوا صوتكم وصل بجد. وكانت برضه من ضمن الحاجات المهمه قوي قوي اللي الشباب قالوها هي عمليه التدريب والتعليم. الشباب بيقول لك عشان اقدر اتمكن سياسيا صح انا عايز جهه اللي المفروض تبقى وزاره الشباب هي اللي تقول لنا ايه التدريبات المتاحه بالنسبه لنا على اساس احنا عندنا لجان نوعيه، واللجان النوعيه اللجنه الثقافيه مش هتاخد نفس التدريبات اللي موجوده في لجنه التضامن الاجتماعي، مش هتاخد نفس التدريبات اللي موجوده في اللجنه العلميه. فالمقصود ان هنا ان احنا لو عايزين جهات للاعداد اللي فخامه الرئيس عمله
لازم اهتم اهتمام كبير جدا، وده الحوار الوطني بيتبناه، هو دعم الاتحادات والانشطه الطلابيه في المدارس والجامعات. صحيح، وتمثيلها كجهات اعداد لهذه الطاقات الشبابيه دي هتكون منصه هامه جدا اذا كانت تحولت لمنصه لاعداد القاده وللاعداد للمستقبل بشكل عام، لان هم دول طاقه المستقبل. انا لو تسمحي لي يا استاذه ادير اقول حاجه مهمه قوي. اتفضلي. الساده المشاهدين يا ريت يخشوا يبحثوا عن الجلسه اللي حصلت امبارح عشان يشوفوا النماذج المشابهه. لما يبقى طالب في المدرسه سنه 13 سنه ويبقى هو ممثل عن صوت 25 مليون طالب وطالبه على مستوى مدارس مصر، وبكل ثقه يطلب طلبات كلها قابله للتنفيذ عشان يقوي من الاتحاد. هو دايما بيقول لي انا دلوقتي خلاص تم الانتخاب، وفعلا عايز اقول لحضرتك الانتخابات في المدارس بتبقى في منتهى النزاهه وفي منتهى الشفافيه، بس بعد ما الشباب بتنتخبوا دورهم ايه هو للاسف مش معروف. وده كان حصل قدام فخامه الرئيس يوم 14/6 اللي فات لما في مؤتمر الشباب، لما اتعرض قدامه فيلم وثائقي ان شباب جوه في الجامعه بيقولوا للدكتور بتاعهم هو ايه لازمه العاصمه الاداريه الجديده. لما الدكتور بتاعهم خدهم ونزل عشان كده سياده النائب هم بيتحدثوا. هو دي الرساله اللي المفروض كل اساتذه الجامعه جوه المهتمين بالانشطه الطلابيه يبتدوا يشتغلوا بنفس الفكر ده. فبتخيل دي غايه الاهميه، بس مين اللي يطبق ده؟ احنا دورنا كحوار وطني. اللي انا عايز اقوله لحضرتك كمان، ودي حاجه في غايه الاهميه، هي كمان تدريب المسؤولين في رعايه الشباب داخل الجامعات. فلما سالنا الشباب ليه يا جماعه؟ قال لك عشان يكونوا مواكبين للاحداث. انا للاسف عندي نشاط طلابي ورحت قدمت عليه اكثر من مره في الجامعه والجامعه ترفضهولي. طب ايه اسباب عائد رد؟ طب دلوقتي احنا من ضمن التوصيات لازم يبقى في معايير واضحه ليه انا بقبل النشاط ده وليه انا برفضه، وتبقى الانتخابات لو انا بتكلم، ودي اللي احنا قلناها حتى امبارح، احنا بنهتم الفتره الجايه ان شاء الله بقانون الفصل، الطالب والطالبه اللي سنهم 7-8 سنين يبقى عنده برنامج انتخابي ويقول للطلبه انت ممكن تاخدوني بقانون الفصل، عشان ده اللي شفناه ان قانون الفصل ده بقى هو اللي طلع بقى قانون اتحاد في المدرسه، بقى قانون اتحاد طلاب مدارس مصر، بقى دلوقتي لما دخل الجامعه بقى عضو في اتحاد طلبه الجامعه ايا كان اسم الجامعه، وعد اجيال للمستقبل، اجيال تبني البلد. هو ده اللي انا عايزه. انا كمان عايز اوضح معاك المعلومه، لما شباب سالناهم، احنا استضفنا شباب اتخرجوا من دفعات سابقه وقلنا لهم انتوا بعد ما كنتوا رؤساء اتحاد الطلبه حضراتكم رحتوا فين؟ للاسف في الحياه السياسيه احنا ما نعرفش اي، خلاص احنا عملنا دورنا في الجامعه ومفيش كده. لا، ده المفروض الدوله تفضل يبعتها قاعده البيانات من بدءا من التوصيات اللي ان شاء الله خلاص مجلس الامراء هيفعل فخامه الرئيس فيما يخص لجنه الاتحادات والانشطه الطلابيه، عشان نقدر نقول ان فخامه الرئيس زي ما عمل تمكين حقيقي وانا بتشرف ان انا واحد منهم في البرلمان المصري. لا، احنا هيبقى دورنا احنا بقى في نساعد الدوله المصريه ان احنا نمكن الاف من الشباب طول ما في دعم حقيقي لمسمى الاتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، طول ما الشباب هتحس بجد بالولاء والانتماء للدوله المصريه ان شاء الله. صحيح، وعندهم العديد من الطاقات الابداعيه اللي لو قبلت بنوع من الحفاوه والتفكير الجيد في هذه الاطروحات اللي بيقدموها الشباب اكيد هتحدث الفارق. ويمكن احنا شفنا ده في مؤتمرات الشباب، وشفنا ده من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، والمنابر اللي زي دي خلقت عند الشباب يعني طاقه امل في انه انا اقدر اوصل صوتي في البلد، انا اقدر احدث الفارق في مستقبل بلدي. فاعتقد ان احنا محتاجين مزيد من هذه المنصات. الجامعه كانوا دايما يقولوا لنا مستحيل الكلام ده هيتنفذ، فكنا بنقول لهم ليه؟ قال لك لا، يعني انت عايزني اقول صوت ان انا للاسف عندي مشاكل في الجامعه. فاحنا قلنا لهم احنا عندنا تجربه زي تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين، هي خرجت من مؤتمرات الشباب. وزمايلي لما وضحوا قدام فخامه الرئيس قد ايه ان احنا عندنا تطلعات المستقبل وعندنا رؤيه سواء في السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه، الحمد لله قدر ان حصلت عمليه التمكين لمجموعه كبيره من التنسيقيه. وحصل بعد كده في مؤتمرات الشباب الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وزي ما حضرتك قلت بالارقام احنا عندنا 32 ما شاء الله محافظ من الشباب، 8 من المعاونين الساده الوزراء. في الفكر ده احنا عايزين نبني عليه اكتر، عشان عندنا محليات. صحيح. عندنا انتخابات في كمان مراكز الشباب، وده ملف قادم، عشان برضه الساده مش عايزين يعرفوا ماذا بعد اللجنه دي. عندنا لجنه مهمه جدا اسمها لجنه الرياضه ومراكز الشباب، عشان احنا عندنا شباب ما شاء الله يعني مشرف بمعنى الكلمه، بس لما راح لعب باسم دوله ثانيه احنا سمعناهم خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله مشاكل الاتحادات داخل ملف الرياضه بنشتغل عليها،
عشان نقدم نموذج مشوار في لجنه الشباب داخل الاطار الوطني، يبقى لما نسمع بجد، ولما نعمل التوصيه المرفقه كما كانت زي ما هي بالضبط المشكله بالحلول بتاعتها، ولما تتنفذ خلال الفتره الجايه الناس هتحس ان فعلا الحوار الوطني اتى بثماره. صحيح، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح لموضوع تاني، والحقيقه موضوع مهم جدا والحديث عنه حديث مستمر، وهو مسألة محو الأمية. خلينا نروح مع حضراتكم لأحد إصدارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الأمر. كان هناك يعني حديث بمناسبة اليوم العالمي 8 سبتمبر من كل عام، ده اليوم العالمي لمحو الأمية. المركز قال إنه مازال هناك 775 مليون شاب حول العالم بيعانوا من الأمية، تلت العدد ده من النساء، وبنتكلم على 61 مليون طفل حول العالم هم أصلا خارج التعليم. وبنتكلم أنه في مصر تم تقليص العدد أو نسبة الأمية لحد 17 مليون. ماذا يحدث في هذا الملف؟ دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني أنا عارفة أنه الجهود اللي بتبذل في مسألة محو الأمية جهود مضنية وكبيرة، لكن الحديث عن 17 مليون أمي في مصر حديث يعني برضو مقلق الحقيقة، رقم كبير، وإحنا بنتكلم على أنه طول ما في أمية ما فيش تنمية. ما هي الخطة وما هي الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة المصرية للوصول لحلم صفر أمنية، صفر أمية، وعلى أي سنة؟ ويعني إيه هي الخطة اللي حضراتكم بتقدموها دلوقتي؟ والله أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال وتناولك لهذه القضية المحورية الأساسية التي جسمت على الصدر الوطن لفترات طويلة من الزمن. اليونسكو، منظمة اليونسكو منذ عام 1967 خصصت يوم 8 من سبتمبر من كل عام ليس للاحتفاء بهذه القضية، فالأمية ضيف ثقيل على المجتمعات، ولكن من أجل تضارس وتبادل التجارب والخبرات العالمية. الهيئة الحقيقة مشاركة مع كل المبادرات الرئاسية الكريمة، 100 مليون صحة، تكافل وكرامة، حياة كريمة التي تجوب الكرة والنجوع والعزب والكفور. الحقيقة إذا كانت الدولة قد وفرت البنية التحتية والبنية الفوقية والبنية التكنولوجية، فليس أقل منا كجهات شريكة أن نقدم هذه الخدمة لمن يستحقها من أبنائنا البسطاء. حرص القيادة السياسية للنهار منذ اليوم الأول على الارتقاء بجودة حياة هؤلاء الناس. الحقيقة نسبة الأمية من 2014 حتى الآن تحرر أكثر من 6 مليون مصري من هذا الكابوس المرعب اللي جسم على صدر الوطن. التنمية المستدامة أختي العزيزة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل أمية. الحقيقة نواصل الليل بالنهار من أجل تقديم وجبة علمية ذات العالم أصبح يتحدث عن الكثير من أنماط الأمية التكنولوجية والرقمية والكمبيوترية والصحية والبيئية، ولم ينتظرنا طويلا حتى نتمكن من محو الأمية. صحيح، مطلوب منا أن نقدم كل الأنماط. طب دكتور محمد، باختلاف يعني ما يحدث في العالم زي ما حضرتك بتقول واختلاف أنواع الأمية، وإحنا بنتكلم عن 17 مليون أمي مصري، هل هناك الحمد لله بالتحديد الرقم التحديدي حتى آخر إحصائية دورة أبريل 15 مليون و889 ألف، وبعد دورة يوليو إن شاء الله هتنزل ل 15 مليون وحوالي 600 ألف. إذن الأعداد في تناقص لأنه العمل مستمر، لكن أعتقد إن إحنا لا، الأعداد في تناقص، وعندنا من هذا العدد 4 مليون منهم يزيدون القراءة والكتابة بس محسوبين على مصر كأميين لأن معهم مؤهلات. إن شاء الله بنسعى في الفترة القادمة إن إحنا ننزل ال 4 مليون دول بأسرع وقت ممكن من هذا العدد إن شاء الله. طيب دكتور، أنا عايز أسأل حضرتك، هل يعني يمكن اللجوء لأساليب مختلفة لتسريع وتيرة محو أمية العدد اللي باقي ده؟ حضرتك بتتكلم عن تقريبا 15 مليون. العالم ما بقاش يتحدث عن فصول ومعلم وطباشيرة ومنهج، خلاص الموضوع ده انتهى. العالم بيتحدث عن استراتيجيات التعلم الذاتي، السيلف ليرنينج، التعلم الذاتي. أنا ممكن أودي أحول النص المكتوب إلى نص على الواتس او الفيسبوك، يقدر الام سواء كان في الغيط او في البيت او في السوق او في اي شغل يدور الدرس ويسمعه. دمج التكنولوجيا في ملف التعليم اختصر عدد ساعات التمدرس
بالنسبة للأم اللي كانت بتمتد من 550 ساعة 600 ساعة نزلت من 400 430، وبعد دمج التكنولوجيا بشكل كلي وشكل جستالتي بدأت تصل إلى 135 ساعة. التكنولوجيا أصبحت توفر الوقت والجهد والتكاليف وتكسب عملية التعلم المتعة وتجعلها شيقة. دور الشباب في القصة، الجامعات أحدثت نهضة، وحضرتك مع معالي النائب أحمد الحقيقة يعني أنا بشكره على جهده الجبار، وإن عندنا في الهيئة أكثر من لقاء مع العاملين بالهيئة، ونعم نستطيع كجهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني التغلب على كل التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، ومنها قضية محو الأمية. الحقيقة محو الأمية قضية مسألة أمن قومي، حديث فخامة الرئيس في الأسبوع الأخير من رمضان مع أحد المجندين وحثوا على ضرورة تعلمه للقراءة والكتابة، إنما يدل على إيمان فخامة الرئيس بأن تأمين الوطن بالعلم لا يكلف الأهمية عن تأمينه بالسلاح. مصر تستطيع. تكريم فخامة الرئيس بسيدة أيقونية من محافظة المنوفية تعدت 87 سنة، ويقوم بتكريمها فخامة الرئيس. كانت صورها مبهجة جدا ومبشرة جدا الحقيقة، من أجل إعطاء الشباب الأمي أن المصريين قادرين يصنعوا الفارق تماما، كنموذج نماذج التحدي اللي بتعكس قدرة المصريين على البذل والعطاء والتضحية والفداء. مصر تستطيع كلما تعاونت الجهود. مصر دولة مؤسسات أختي العزيزة، عندنا جامعات، عندنا مصانع، عندنا نوادي. طيب دكتور محمد، حضرتك بتتحدث عن الأرقام، وبتتحدث أن كل أربع شهور هذه الأرقام بتتغير. الخطة للسنة القادمة، كل أربع شهور الأرقام دي بتتغير. الحقيقة خريطة الأمية في مصر تغيرت منذ أن نوه إليها فخامة الرئيس أول مرة رأس الدولة بيتحدث عن قضية جوهرية باتت منسية لسنوات طويلة من الزمن. القصة دلوقتي مصر تبنى من جديد. المدخل الجشتالت أو الكل في التنمية اللي بتجسده حياة كريمة، اللي لا تهتم بالتعليم فقط ولا بالصحة فقط ولا بالبنية التحتية فقط ولا بالبنية، كله في آن واحد. الإصلاح منظومة متكاملة الأركان، مش هنعمل حتة ونسيب حتة، مش بالتجزئة. الإصلاح الزباكج كلها منظومة رزمة من الإجراءات بتسير بالتوازي جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بحياة المصريين. حرص القيادة السياسية وتوجهات معالي فخامة الرئيس من اليوم الأول لنا في هذا الملف، مواصلة الليل بالنهار من أجل التحرر من هذا الكابوس المرعب بمزيد من التضافر والشراكة والتشبيك. وده الحقيقة الدور الأساسي اللي بتقوم به الهيئة. الهيئة دورها الأساسي هو التشبيك والشراكة مع الجهات الأخرى اللي في الدولة، سواء كانت منظمات مجتمع مدني. عندنا 40,000 جمعية، لو كل جمعية قبل ما توفق أوضاعها كل سنة عملت 1000 أم، بنتكلم في 4 مليون. الجامعات وبما تمتلكه من موارد مادية وبشرية قادرة على النهوض بهذا الملف. عندنا رقم تقريبي يا دكتور السنة الجاية المستهدف كام؟ الجامعات لوحدها. الشباب أختي العزيزة، وانت كنت بتتحدثي مع معالي النائب أحمد عن الشباب، الشباب لسان الأمة الناطق وعقلها المفكر ويدها البانية، تبنى بالشباب. مصر طاقتها 60% من طاقتها من الشباب. صحيح دكتور محمد، يعني أنا بسأل حضرتك عن الرقم المستهدف للعام القادم في مسألة محو الأمية. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ أنا سامع حضرتك. بسأل حضرتك عن الرقم المستهدف أو الخطة المستهدفة بالنسبة لكم ك يعني جهاز تنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار للعام القادم، الرقم اللي احنا شغالين على محو أميته قد إيه؟ الحقيقة السنة دي احنا عملنا رقم لم يتحقق في تاريخ الهيئة، وده مش شطارة مني ولا من ده الدعم وتعاون الجهات الشريكة مع الهيئة. العام دعم 903,000، ومستهدفنا في العام القادم قد يصل إلى 1.5 مليون أمي. المتبقي هذه القيمة المتبقية زعين على الأربع سنين إن شاء الله قبل 2030 بسنة إن شاء الله نقل مصر خالية من الأمية. أعلننا هذا العام محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، وبعد أشهر قليلة سنعلن بعض المحافظات الحدودية اللي توجهات القيادة السياسية. المحافظات المتصدرة في الأمية سنعلنها إن شاء الله خالية في غضون عام أو أقل إن شاء الله. المحافظات اللي هي فيها أمية أكتر من محافظات أخرى إيه هي؟ الحقيقة كلما طبعا فقر قبعت الأمية. محافظات الصعيد الحقيقة، وتأتي المنيا على رأسها، وتأتي البحيرة في وجه البحري، محافظات الحقيقه يعني. والحقيقه انا انتهز الفرصه بالمناسبه واوجه كل الشكر والتحايا وخالص التقدير لمحافظه بني سويف
هذا الرجل تولى المحافظة في 2020 وكانت نسبة الأمية عنده 44%، نزل بها ل 21%، أكثر من 50%. فخم معالي محافظة جنوب سيناء خالد فودة، سيادة اللواء خالد فودة، فخر كل موارد المحافظة من أجل التخلص من هذا الكابوس، واستطاع ونجح، ونسبة الأمية في جنوب سيناء 5%، أهل الصفر اقتراب اللي حددته اليونسكو دور 7. الحقيقة مصر تستطيع كلما تأملت الجهود وخلصت النوايا ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب والتركيز على التطوع للشباب. الرئيس كانت مؤتمرات الشباب أكد على دور التطوع ودور الشباب في خدمة قضايا المجتمع وخاصة الاجتماعية. صحيح. تستطيع الدولة الأولى تمتلك مؤسسة تقدم أفضل دائما إن شاء الله، وربنا هيعيننا على هذا الملف ونعلن مصر خالية. ممكن قصيرة المدى ممكن في عام الدولة ما هي إلا أسر ومؤسسات، لو كل أسر أو كل مؤسسة سالت تستطيع في عام واحد نعلن مصر خالية من الأمية. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للكبار، وبالتأكيد يعني ان احنا تكون بلدنا خاليه من الاميه، صفر اميه، ده حلم لكل المصريين، وطريق يعني كبير نحو التنميه. والحديث عن التنميه بدون علم وبدون محو الاميه يعني حديث ينقصه الكثير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واستاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم معنا على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. ومهرجان العالمين بينتهي، والحقيقه هذا المهرجان كان ليه قدر كبير من النجاح ومن البهجه اللي اطفاها على هذه المدينه الجميله وهذه الوجهه السياحيه الهامه جدا. كان هنا في القاهره بيحدث مهرجان محكى القلعه. الحقيقه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه كان ليها تغطيه يعني ممتازه جدا لكل هذه الفعاليات والحفلات اللي بتحصل في مهرجان العالمين وايضا في محكى القلعه. مجموعه متميزه جدا من الحفلات اللي أدخلت البهجة والسرور على كل البيوت المصرية. بكلم حضراتكم دلوقتي على الدورة 31 من محكى القلعة. والمهرجان ده الحقيقة ليه تاريخ طويل، بدأ من 1990 ومستمر لحد النهاردة. أرقى أنواع الفنون وجمهور يعني جميل زي ما حضراتكم شايفين، كل الأسر المصرية تقدر تروح وتدخل إلى الحفلات. والسنة دي كان في حفلات عظيمة لمدحت صالح وهاني شاكر وهشام عباس، كل هؤلاء النجوم طبعا محتفظ بالألقاب، وعزيز مرقة ووليد توفيق، والختام طبعا كان مع الموسيقار الكبير عمر خيرت اللي احنا بنسعد كمصريين انه عندنا حاجة في مصر اسمها عمر خيرت. كانت حفلة عظيمة والكل كان بيتكلم عليها، مواقع التواصل الاجتماعي كانت يعني مليانة صور للموسيقار عمر خيرت وللحفلة. حانو المهرجان بيضم العديد من الفعاليات والنجوم، مش بس المصريين، نجوم العرب اللي احنا بنسعد بوجودهم في وسطينا في بلدهم التاني مصر. من اكثر الحفلات اللي كانت الناس متفاعله معاها ومنتظراها هي حفله الفنانه الجميله لينيا شماميان اللي احيت حفله كان فيها تفاعل كبير من الجمهور. الحقيقه انه لينا يعني عندها شعبيه كبيره جدا في مصر، الناس بتستناها وبتستنى حفلاتها اللي كل مره بتبقى انجح من المره اللي قبلها، بتستنى الاغاني وحافظين الاغاني وبيرددوها معاها داخل المهرجان. هي نفسها مهرجان محكى القلعه ليه عندها قيمه كبيره، لانه اعتقد ان اول حفله ليها كانت في مصر كانت في محكى القلعه. معانا على التليفون دلوقتي الفنانه لينا شماميان، اهلا بيكي ومبروك الحفله، ووجودك الحقيقه بيطفي الكثير من يعني الطرب والبهجه داخل مهرجان محكى القلعه. تسلميلي تسلميلي على التقديم، تسلميلي على كل الكلام الحلو، شكرا كثير. مهرجان محكى القلعه حقيقه هو ابتداء من المكان، مرورا بالحضور، بالتنظيم، بالناس اللي عم تشتغل ليل نهار، حتى بالتغطيه اللي انتم كنتوا عم يعني فعليا التغطيه الاعلاميين دائما بيتعذبوا وبيكونوا معنا، فرق التصوير، فرق الصوت، الاضاءه، بتحسي في تظاهره حقيقيه كامله، ناس عم تشتغل مع بعضها، خليه نحل دائما عم تكون موجوده. فهو مختلف، هو من المهرجانات الكبيره المستمره 31 سنه بالعالم العربي كمان. كنت كثير مبسوطه اني اكون موجوده للسنه الثالثه على التوالي. والحقيقه انا يعني اول حفله عملتها بمصر كانت مسرح الجنينه، اللي هو كثير بذكرني بمهرجان القلعه، نفس الجو، نفس الاجواء، نفس التفاعل.
ازاي شفتي تفاعل الناس مع الاغاني امبارح؟ وايه اكتر الاغاني اللي بتطلب منك وانت بتبقي عارفه انك مش هتخرجي من الحفله غير وانت مغنيه؟ شوفي دايما في كل حفله في حدا بيجي بيكون عباله يسمع اغاني شكل، اللي كثير بحبه انه في كثير بيكون الحضور مصريين وحافظين اغاني سوريه كثيره، فهذا كثير بيبسطني. بحب انه اغاني هي ما انا بس معروفه بسوريا وما بتكون الاغاني اللي كثير مشهوره، فالناس لا بتحب وبتحضر وبتسمع بعضها وبتتفاعل مع بعضها. غنيتي يمال الشام؟ لازم. نعم غنيتي يمال الشام؟ غنيت يمال الشام. دايما في اسمر اللون وبالي معاكم لما بدات اغنى اكيد هدول. وتفاعل الناس مع الاغاني وحفظهم للاغاني، وزي ما انت بتقولي مش بس الاغاني المصريه، وانت كمان غنيتي تترات للمسلسلات، فالناس كمان اللي ما كانتش بتسمع لينيا شماميان، انت عارفه انه الدراما بتوصل الناس اكتر للجمهور. اكيد اكيد اكيد، نحن بنفوت يعني بنعطى فرصه انه ندخل على بيوت العالم من خلال تترات المسلسلات. اكيد. لينيا بتحضري ايه جديد؟ وانا عارفه ان انت بتحضري اغاني جديده مصريه كمان. هلا ان شاء الله الفتره الجايه، كان الفتره الماضيه كنت عم سجل كثير اغاني، تحديدا اجيت على مصر واشتغلت على كثير اغاني تحديدا مع بروديوسر والموسيقي ماهر ملاخ، فان شاء الله عن قريب رح ينزل عدد كبير من الاغاني، في جزء كثير كبير منهم مصري، يعني في 4 اغاني مصريه وفي 3 اغاني باللهجه البيضاء السوريه. متعاونه مع مين في الالبوم؟ مبدئيا هو بشكل اساسي في ماهر ملاخ، هو كموسيقي من مصر، هو واحد من اجمل البروديوسرز بمصر، اشتغل مع كثير عالم فعليا، هلا اكثر يمكن اعماله معروفه مع عزيز مرق، موجود بمسلسل الهرشه السابعه بموسيقى باغاني له كمان، فهو معروف شغله كثير، بس يمكن الاسم ما كثير الناس عم تتذكره وما عم تربط الشغل بالشخص، فتقريبا كل الشغل الجديد حيكون معه. طب احنا عايزين نسمع حاجه اكسكلوسيف منك قبل ما نقفل. حاجه اكسكلوسيف؟ لا يعني من الحاجات الجديده حيكون صعب. زي ما انت تحبي من اي حاجه، بس نسمع صوت لينيا شماميان قبل ما نقفل معاكي. يا مسافرة في البحر جاي ودعك، حمل سلامي للهوى ودي معك، لكن بخاف من الهوى مر النسيم، قلبي بروحي يوصلك ويرجعك، قلبي بروحي يوصلك ويرجعك. ميرسي الفنانة لينيا شماميان، دايما منورة مصر ودايما صوتك منور في محكى القلعة وفي كثير من المهرجانات المصرية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. تبقى بلدنا الحقيقة منارة للفن والثقافة دائما، القاهرة والعلمين ومهرجانات كثيرة كلها ناجحة الحقيقة، وكلها بتؤكد دور بلدنا في الثقافة والفنون على مر التاريخ. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. الكون يستحق التفكير، وهناك العديد من القصص والحكايات التي يجب أن تروى، ويمكن دي يعني العبارة اللي افتتح بيها ضيفي النهاردة في التساعة قناته على موقع يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. حانه يعني هي عبارة فلسفية لكن فيها الكثير من الحكمة، وبتقول إنه هذا الرجل صاحب رسالة. صناعة المحتوى يمكن صناعة ما هيش سهلة، ومش أي حد يوصل للناس، وليها أدوات وأسلوب لازم يكون مختلف علشان يقدر ينجح في وسط العدد الكبير اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. لما نتكلم عن الحوادث، كنا كلنا بنقرأ الحوادث في الجرايد، لكن الحقيقة أن الصورة بتخطف العين وبتبقى سبب علشان الناس يوصل لها اللي بيحصل أكتر، تقدر تتفرج وتبص بعين جديدة وعين مختلفة وزوايا مختلفة للي بيحدث في الجرائم. اختيار النوع ده على وجه التحديد للحكي ما هوش اختيار سهل، اعتقد انه المنافسه فيه كمان هتكون على المستوى العالمي، لانه مجال الجرائم عالميا ليه برامج وليه يعني افلام عده بتتكلم عنه، فانه نتجه لهذا النوع على منصات التواصل الاجتماعي ما هوش سهل. ضيفي الحقيقه هو كمان مخرج غير انه صانع محتوى، المخرج سامح سند، هنسمع عنه ونسمع منه اكتر ازاي بقى ترند في السوشيال ميديا، وقدر انه يصنع بفيديوهاته المميزه والمختلفه حكايات وقصص كتير تروى للناس وتاثر فيهم. وهنا احنا بنتكلم عن عظات، مش بس احنا بنتفرج على حوادث، لكن
ايه الرساله من ورا ان احنا نتفرج على الحوادث او من ورا اهتمام الناس بانها تسمع اكتر عن الحوادث؟ هنسمع اكتر من ضيفي سامح سند. اهلا بيك ومنورنا في التاسعه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. التحول من انك مخرج ومخرج ناجح ما شاء الله لسنين كتير جدا لصناعه المحتوى، بالتاكيد ده ما كانش قرار سهل، خصوصا انه صناعه المحتوى اللي فيه يعني كونتنت تقيل ما هوش سهل، مجال فيه منافسه قويه طبعا، والناس ما بتروحلوش بسهوله غير لما تقتنع انه الراجل ده بيقول كلام مظبوط، كلام بالوقائع. ازاي اشتغلت على الموضوع ده وازاي وصلت له؟ طبعا هو مظبوط، هي الفكره كلها مبنيه ان انا اصلا مخرج اخبار. يعني انا طول العمر انا مخرج اخبار اصلا، فكلمه اخبار دي معناها انك بتعتمد دايما على الحقائق، بتعتمد دايما على الادله، ما بتعتمدش على الاهواء الشخصيه يعني. وانا كمان جوه شغل الاخبار كنت مهتم بفكره الوثائقيات جدا. فكان دايما بيشغلني موضوع الافلام الوثائقيه عن اشهر الجرائم العالميه او النصابين او السفاحين اللي هي جرائم سواء عربيه او عالميه. فالفكره انك بصيت لقيت انه انجح الاعمال الدراميه العالميه والعربيه حتى اللي مبنيه دايما على قصص حقيقيه. فاكتشفت انه حوالينا في الجرائم يعني قصص كتير جدا ممكن تتعمل اعمال فنيه بشكل عام، مسلسل او دراما او فيلم يعني او غيره، بس ازاي تنقل الجريمه دي في شكل قصه، القصه دي مكتوبه بطريقه كلها حقائق يعني ما فيهاش ولا اهواء شخصيه ولا انا مألف جزء معين في القصه. فالصعوبه بقى ازاي تجمع خيوط القصه كلها علشان تقولها للناس بطريقه فيها استمتاع وانت بتسمع القصة، برغم انها جريمة قتل او جريمة يعني جريمة صعبة. فازاي تقولها للناس؟ طبعا ما كنتش متوقع ابدا انه الموضوع ممكن يعجب الناس. بس انا الفيديو اللي لما نزل خلاص سامح سند عرف انه يعني بقى صانع محتوى، الناس بتتفرج على فيديوهاته ومستنية فيديوهاته. معظم جرائم السيدات يعني انا عشان كده انت بتتهم ان انت بتتكلم عن الجرائم النسائيه اكتر من يعني الجرائم اللي جداً بيعملها الرجال. جدا انا كتبت عدد حلقات كبير في مجال اللي هو صناعه المحتوى اللي انا متخصص فيه ده. الست دائما اكثر ابداعا حقيقي في ارتكاب الجرائم. غير شهاده غاليه دي، ده شهاده. بس هقول لك السبب، لان انا لقيت ان معظم الجرائم اللي الواحد كتبها او حولها لشكل قصه مرئية الراجل مباشر جدا، سطحي جدا في تنفيذ الجريمة، حتى وفيها صعوبة طبعا، مش حاجة حلوة. لكن الست فيها تخطيط شوية، وده بادئ حتى من الجرائم العالمية. تلاقي أشهر الجرائم العالمية البطلة تلاقيها دايما سيدة، هم أذكى شوية في طريقة التعامل. طبعا دي مش سمة عامة، لكن ده اللي لقيته في القصص الغريبة. لانه انت كل يوم بتختار القصص ازاي؟ يعني ايه العوامل اللي انت بتشوفها دي جريمه ينفع اعمل عنها فيديو واتكلم عنها؟ وايه الرساله اللي انت بتبقى بتدور عليها في الجرائم علشان تعرضها؟ ولا مجرد حكي؟ لا، الهدف اولا يعني كل يوم على مستوى مصر والعالم العربي والعالم بتحصل جرائم كتيره جدا. اختيار الجريمه لازم يكون اولا تكون قضيه قربت او اشبه انها تبقى قضيه راي عام. ثانيا لازم، بس دي قضايا شائكه جدا يعني لما الموضوع بيتحول لراي عام، الفيديو هنا ممكن يعني يخلي سامح ترند طبعا، وممكن الناس ما تتفقش مع الكلام اللي انت بتقوله. هي دي بقى الجزء اللي انا اخترت اكون فيه. انا مش بنقل جانب خبري يعني، في قواضي او في قضايا دلوقتي موجوده على الساحه انا ما اتكلمش عنها خالص، ما عملش عنها قصه، لانها لسه اجزائها كسيناريو ما اكتملتش. أنا بعتمد في القصة أو في الحلقة اللي بقدمها إنها تبقى قصة مكتملة، وبقسمها بشكل سيناريو. يعني شخصيات وأحداث وزمان ومكان، ولازم السيناريو ده يكون برضو فيه خط درامي زي ما كنا بندرسه كده، إنه لازم في منطقة معينة بيعلى وفي منطقة بينزل وكده بيعلى تاني، فلازم يبقى الموضوع اتقفل. ما ينفعش أعتمد على قضية لسه منظورة في المحاكم، لان انا مش دوري، انا مش خبري يعني، انا مش بقول اللي حصل في المحكمه ايه، مش ده دوري. انا بحكي قصه جريمه غريبه. الوصول للقصه واللي حصل مش حاجه سهله، المصادر جداً. كمان اعتقد بيبقى فيها جزء من التضارب جدا كتير جدا. انا بعتمد بشكل اساسي على المصادر الرسميه اللي تكون نشرت القصه،
وعلى اللقاءات الكتيرة حتى لو مدة الزمن المدة الزمنية بتاعتها طويلة بتفرج عليها كاملة لأهالي المتهمين أو أهالي المجني عليهم، ولو في لقاءات مع محاميين، لو في مرافعات النيابة اللي بيتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بتفرج عليها كاملة حتى لو كانت مدتها ساعتين ثلاثة. وده المتعب، يعني احنا ما بنتكلمش عن محتوى، مع احترامي لكل ما يقدم يعني والناس بتختار هي تتفرج على ايه، لكن محتوى هنا الاعداد ليه اعداد قاسي، يعني جداً تحضير مش سهل جدا. اكثر قضيه انت شايف انها اخذت وقت في التحضير وهلكتك على المستوى النفسي، وانا بشوف ان انت برضو مختار حاجه صعبه جداً، يعني اعتقد بتاثر عليك نفسيا جدا جدا. سفاح الجيزه طبعا انا قدمت قصته من سنه باسم قذافي، لان انا لفت انتباهي اصلا الذكاء بتاعه في تنفيذ جرائمه. هو خليط ما بين سفاح ونصاب وحرامي، يعني هو تقريبا خد كل حاجه في علم الجريمه وعملها، مفيش حاجه ما عملهاش. ولفت انتباهي انه لما اتقبض عليه اصلا ما اتقبضش عليه باسم قذافي، يعني هو اتقبض عليه باسم رضا اللي هو صاحبه اللي قتله وانتحل شخصيته، ولما قبضوا عليه لقوا كميه اوراق مزوره رسميه مزوره كتيره جدا، وكان عنده ذكاء مش طبيعي في انه بيختار الضحيه اللي هو هياخد اوراقها او كده تكون ضحيه مش مقيمه في مصر بقالها مده زمنيه طويله. فهو مش سهل خالص. هو سفاح الجيزه بيعرض كعمل درامي حاليا على احدى المنصات، والناس متفاعله معاه بشكل كبير جدا جدا. شايف جداً تحويل القضايا دي لاعمال دراميه ازاي ممكن يعني يقلق حاله من الوعي طبعا عند الناس؟ طبعا، لانه المجرم بشكل عام وهو بيرتكب اي جريمه بيبقى متاكد ان محدش هيقبض عليه، ومتاكد ان هو عمل كل حاجه صح. حتى حضرتك بتتكلم عن قد ايه ذكائه في تنفيذ الجرائم. جدا لان في حته هتكلم مع حضرتك فيها قدام شويه عن العلاقه بين تطور علم الجريمه والجريمه، وانا بكتب الحلقات بكتشفها كل شويه. ارجع للحته دي بس لحظه، انه لا، هو اي مجرم بيبقى متاكد انه مش هيتجاب وانه لا يمكن حد يوصل له، بس بتكتشفي بعد كده انه الجوانب اللي حوالين الجريمه من الامن، من الطب الشرعي، من المعمل الجنائي، من القضاء طبعا، في الاخر اي تفصيله صغيره بيتم الوصول ببساطه شديده جدا للجاني. فهي رساله لاي حد بيفكر يرتكب حاجه غلط، لا اوعى تتخيل انك هتعدي منها حتى لو مر على ارتكابك للجريمه دي وقت. يعني في جريمه انا لسه عارضها من كام يوم، شخص قتل طفل بقاله 3 سنين اتقبض عليه. جرائم الاطفال دي جرائم بشعه والتعرض ليها موجع الحقيقه، بشعه. بس انا بحاول مش بتلام على الفيديوهات دي لما تتكلم عن الاطفال او يعني او تتكلم عن جرائم خاصه بالاطفال علشان اهل الضحيه والكلام ده. في البدايه كان ممكن الناس اللي ما كانتش مستوعبه انا بقدم ايه كان ممكن يجي لي لوم وكده، بعد كده بدا يستوعبوا ان انا حقيقي بقدم رساله واضحه لاي اب واي ام، انك ركزوا جدا في طريقه التصرفات. طبعا مفيش حاجه اسمها انا واثق في فلان فاسيب ابني معاه، مفيش حاجه اسمها اسيب ابني بس يلعب 5 دقائق بره البيت. هو المجرم عايز 30 ثانيه مش عايز 5 دقائق، هو عايز 10 ثواني. تخوفناش بقى، انت دايما بتتكلم عن المجرمين وقرب محيطهم. لا، ما هو في الاخر دي مساله، هو في الاخر التطور الحقيقة. التطور بقى اللي حاصل خلى انه الجرائم دي تقل، اللي هي صعوبتها دي تقل. يعني لما ترجع مع الوعي، مع الاجهزه الامنيه طبعاً، مع يعني حتى مساله انه المجتمع نفسه يكون واعي بانه ممكن طبعاً تحدث هذه الجرائم يقلل من حدوثها. طبعا انا مثلا كنت بقول لك على موضوع قضيه التوربيني مثلا. انا اللي لفت انتباهي ايه في اللي هو سفاح اللي هو التوربيني مشهور جدا في ما بين 2007 2008، فكره انه شخص بيرتكب جرائم ضد اطفال في سن من 11 سنه ل 12 سنه بيتم اكتشافه بالصدفه، ومفيش اي بلاغات تغيب بتقول ان في اطفال تغيبوا، لولا ذكاء رجال الامن ان هم فكروا لحظه انه احتمال يكون الاطفال دول من اطفال الشوارع، ما لهمش اهل، ما لهمش حد يبلغ عنهم، ما لهمش حد يقول ان هم تغيبوا يعني. فبداوا يعملوا مداهمات على الاوكار اللي بيستخبى فيها اطفال الشوارع، وده السبب ان هم قبضوا على التوربيني. بعد القضية دي على طول كل ما له علاقة بقضية أطفال الشوارع اتحلت. فإن الناس إن عرفوا إن الحتة دي فيها خطر فاتحلت.
فتطور الجريمة ده وتطور سوري علم الجريمة حاجة في منتهى الإبداع، فإزاي تنقلها في شكل محتوى مرئي للناس؟ هو ده كان بالنسبة لي أنه تحدي. أنا عامل حاجة وعندي إحساس أنها ممكن ما حدش يشوفها، ففوجئت أن الناس عجبها الطريقة، عجبها الأسلوب، اعتمدت بجزء كبير على الذكاء الاصطناعي، على الاي اي، ان انا قضيه مش متوفر منها غير صوره المتهم بس، معاكش حاجه تانية. فازاي تبني الحكايه؟ هنا استفدت من خبرتي كمخرج، اشتغلت في الميديا سنين، فازاي برضو ما تقولش للناس حاجه مش مظبوطه. استفدت انك مخرج حاجه، لكن التحول من التلفزيون للسوشيال ميديا والمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد ما كانتش نقطه تحول سهله بالنسبه لك خالص. انا من 2000 لكن انت مخرج وعارف. انا لازم اطلع فاصل، هطلع فاصل وارجع اكمل الكلام مع المخرج وصانع المحتوى سامح سند. نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. مستمرين مع حديثنا مع المخرج وصانع المحتوى سامح سند. ليه تفتكر الناس بتحب تتفرج على الفيديوهات الخاصة بالجريمة والأعمال الدرامية الخاصة بالجريمة؟ هل فيها نوع من أنواع التشويق وأنه كمان الناس تعرف إزاي ده بيقع؟ يعني لأنه الناس متأكدة أن الشخص المجرم ده مش شخص طبيعي، وما تخيلش أن في أي بني آدم يبقى فخور أنه له صديق مثلا كان بيقتل، أو يعني أكيد فهو بالنسبة لك شخص غريب، أنت متأكد أنه هو مش إنسان طبيعي، انه اصلا انك من جواك حاجه تحركك انك ترتكب جريمه في حق انسان ايا كان بقى الانسان عمل فيك ايه، انك ترتكب جريمه ده اكيد مش طبيعي، اكيد انسان مش طبيعي. والناس بتحب تشوف الجزء كمان اللي له علاقه بيه انها تتعظ. يعني هي معظم الجرائم بتبقى عباره عن ايه؟ غلطه. يعني في قضيه قديمه قوي بتاعه المهندسه نيس اللي هي متسميه مذبحه مدينه نصر. هي كانت سنه 97 صحيح. انا القضيه دي بالنسبه لي كانت ايه النقطه اللي فيها اللي بنيت منها قصه؟ هو ثقه الزوج في مجموعه من العمال دخلوا البيت يصلحوا حاجه فشافوه وهو بيطلب من مراته فلوس، فدخلت تجيب الفلوس قدامهم من شنطه. هي الحته دي بس اللي حصل، ان هم شافوا الفلوس قرروا ان هم هيسرقوا ويقتلوا عشان ياخدوا الفلوس دي، وتحولت لمذبحه وتم اعدامهم على الهواء مباشره. الفكره كلها انك حتى لو دخلت حد بيتك وواثق فيه ما ينفعش ان هو يعرف حاجه عن حياتك الخاصه ابدا. احنا في مصر هنا الناس عندها نوع كده من انواع الاريحيه في التعامل والطمانينه. طبعا لما بنشوف فيديوهاتك حاله الطمانينه دي بتروح خالص، بتختفي. ببقى نفسي في بيجي لك الفيدباك ده، الناس بتقول لك ان احنا بنخاف، بنكتئب شويه لو شفنا الفيديوهات دي. بصي بالليل هو هقول لك انت هاي ده ممكن ياثر عليك انت نفسيا. هو مأثر عليا في ايه؟ انه خلاني استوعب جدا هو ليه رجال الامن بشكل عام بسهوله في اي قضيه بيشكوا في اي حد. لان حقيقي انه بيشكوا في حد احنا استحاله نشك فيه. لا يمكن. انا اكتر القضايا اللي عملتها قصص المتهم فيها الرئيسي لا يمكن تشك فيه. احيانا كتير زياده عرض القضايا بتزود الوعي عند الناس. يعني قضيه بني مزار بشهرتها دي كلها قضية معقدة جدا جدا معقدة جدا، في جزئية صغيرة بنيت عليها جزء في القصة مهمة قوي، فكرة ان ثقافة الناس لما اشوف جريمة ما حاولش ادخل مسرح الجريمة، ما بوظوش البلد كلها راح. اللي حصل انه الثلاث بيوت دول البلد كلها دخلت الثلاث بيوت، فالمعمل الجنائي لما راح على المسرح الجريمة ما عرفش يرفع اي حاجة، كمية بصمات غير طبيعية، كل حاجة متحركة من مكانها، أرجل وأثار أقدام كتيرة، مش قادر يحدد هو مين ممكن غريب يكون دخل. عكس قضية مثلا قضية قريبة واحدة اسمها نجلاء مشهورة باسم فتاة المول دي، لما توفت جوه عيادة عشان الناس المتخصصة كانوا الدكاترة طلبوا من كل الناس يخرجوا، قفلوا الباب، لما الأمن وصل رفع البصمات بسهولة، وصل لكل الأدلة بسهولة، تاني يوم قبضوا على الجناح على طول. خلي حتى عندك ثقافة انك لو لاحظت حاجة ما تلمسهاش، لانه كل حاجة صغيرة بتفرق. لما عملت قبل كده كنت عملت لقاء صغير مع طبيبة شرعية، كنت هدفي اعرف هو الطب الشرعي ده عبارة عن ايه. الابداع الخطير في الطب الشرعي انه بيقول لك اللي حصل في القضية وكأن الطبيب كان مع الجاني.
قتلوا ازاي؟ قتلوا من انهي مسافه؟ واقف ولا قاعد؟ توفى هنا ولا توفى في مكان تاني؟ توفى بايه بالظبط؟ بيديك تقرير كامل هو ايه اللي حصل. فالمعمل الجنائي مع الطب الشرعي مع طبعا خبره رجال الامن وخبره رجال مباحث والشهود وازاي اخد اقوال الشهود واحللها، كل ده في الاخر بيحل القضيه. اغرب القضايا اللي وانت شغال عليها كنت شايف انه القضيه دي معقده جدا، القضيه دي صعبه، القرائن اللي موجوده فيها مش متفقه مع بعض، او يمكن حتى احيانا تبقى بتشتغل على قضيه والحكم صدر لكن بدايات القضيه ما كانتش تقول انه ده هيبقى الجاني. يعني في قضايا كتير، يعني في قضيه قريبه هي قضيه غريبه فيها نوع من الانتقام غريب قوي. كان قضيه كانت في واحده من القرى المصريه، يعني واحده شكت في جوزها، مجرد شك بس مش اكتر، قعدت تسم فيه 6 شهور تحط له سم 6 شهور سم، وبعد ما تسم خلاص خلاص بقى خلاص بي يعني هو بيموت، حطت له ازايز مولوتوف وفجرت الاوضه بيه. طب ما انت يعني ليه عملتي ده كله؟ لما تساليها هي شكت فيه بس، عندك دليل ده خالص شكت فيه بس، قعدت تخطط كده ليه؟ ملهاش رد، ملهاش رد. معظم قضايا قتل الاطفال ملهاش رد. يعني لما تسمع اعترافات المتهم او المتهمه مفيش حاجة تخليك انت كبني آدم تتصرف كده، مش طبيعي. يعني انه ده يعني القاتل هنا يبقى مريض نفسي، هل ده بيكون مبرر لكل الجرائم؟ لا لا لا، مش مريض نفسي، هو نتاج حقد، نتاج جل، نتاج ثقافة شعبية عندهم خاطئة طبعا، نتاج انتقام مرضي، مش مرض نفسي. اصل المرض النفسي، بس احنا دلوقتي بقينا بنتكلم على انه ازاي نربي الولاد تربيه نفسيه سليمه. طبعا طبعا مش في كل المجتمعات لانه دي رفاهيه مش كل الناس تقدر عليها طبعا. لكن الاهتمام بنفسيه الولاد من وهم صغيرين اعتقد ان ده ممكن يحدث فارق برضه. بس لا، لو انت مربي ابنك من هو طفل صغير على انه عارف الصح من الغلط، عارف الحلال من الحرام، عارف انه ازاي ما ياذيش حد، عارف انه ازاي ما يسمحش لنفسه ان ياخد حاجه حد، مش هيرتكب كده. انما معظم الجرائم لما تيجي اما اجي ارجع بالبروفايل بتاع الشخص ده قديم كان عباره عن ايه، هتلاقي عنده تفكك اسري، هتلاقي عنده البيت ما كانش متزن خالص، كان في انفصال، بس في انفصال بين اب وام بس العلاقه كويسه وجيده، لا ده انفصال بعنف بقضايا بكوارث. فاللي بنعمله في اولادنا وهم صغيرين بيتاثروا بيه وبيطلعوا عليه. يعني التربيني قصته أو بدايته إنه تم الاعتداء عليه هو وهو عنده 12 سنة من واحد اسمه التربيني. فلما هو كبر سمى نفسه التربيني وانتقم نفس الانتقام بالظبط من الأطفال دي. طب ذنبهم إيه؟ ما يعني مفيش سبب. لا، وفئة أطفال الشوارع يعني فئة طبعا هي أصلا متبهدلة بما فيه الكفاية طبعا، يعني جرائم بالشكل ده فيهم. بعد القضية دي المنظور ده اختلف تماما في فكرة أطفال الشوارع. انه لا، قنبله موقوته وكانت لازم تتحل. فالتربيني ده قضيه نورت الحته دي جدا، واعتقد حاليا حتى ما بنسمعش النوع ده من يعني القضايا خلاص، يعني اختفت من 2017 للنهارده. سامح شايف ازاي الخطوه اللي جايه وازاي بتحضر لها؟ وانا لسه مصره على انه انت مختار محتوى صعب، والمقارنه فيه مقارنه عالميه مش بس على المستوى جداً المصري. صعبه، مقارنه صعبه. بص انا 2017 خرجت قعدت اتعلم ديجيتال وسوشيال ميديا وديجيتال ماركتنج بشكل عام. صحابك المخرجين كانوا بيقولوا لك ايه؟ كانوا ضد اللي بعمله ده تماما. مفيش، بصي انا مفيش حد صديق ليا قريب في الميديا قابلني وشاف ان القرار ده صح، وكله كان شايف ان انا اتصرفت غلط خالص، وكنت بشوف نظرات عاطفه بقى اللي هو ايه اللي انت عملته في نفسك ده، اللي هو خصوصا انه يمكن الشباب متصدر. طبعا انت شباب لسه، بس انا قصدي الشباب الصغير قوي يعني طبعًا. هو المتصدر صناعه المحتوى. انا كان عندي اصرار، انا لما اجي النهارده اتكلم عن صناعه محتوى بعد ما اكون بشتغل في مجال 15 سنه اكيد خطوه مش انا عندي مش انا عندي 44 سنه شغال في الميديا 23 سنه. اخد القرار ده ينفع تاخد القرار ده حتى لو عندك 60 سنه بتحب حاجه اعملها، علشان ما تجيش بعد ما الوقت يعدي يفضل نفسك يا ريتني كنت عملت. ما تعملها طالما عندك الفرصه، اعملها، وطالما مؤمن باللي هتعمله ده اعمله، بس يعني اعمله جد، يعني ذاكر، اتعلم،
اتعب، ما فيش حاجه بتيجي وانا قاعد، لا يمكن، اتعب هتوصل. واحترم اراء الناس جدا. يعني انا كان اي تعليق بيجي لي سلبي او ايجابي بحترمه، بس طبعا مش التعليقات اللي هي في سخيف، في تعليقات سخيفه بس لا، بتكلم عن التعليقات البناءه حتى لو نقد بس يبقى له حاجه محترمه. طبعا بسمعه جدا وبحترمه جدا. لازم اعمل كده. كل التوفيق، والحقيقه انه يعني كل صناع المحتوى وخصوصا الناس اللي بتقدم كونتنت مفيد وهادف وفي نفس الوقت بتقدمه بطريقه تناسب العصر وتناسب لغه العصر، كل التحيه ليكم جميعا. وانا سعيده ان انت كنت ضيفي النهارده في الساعه، المخرج وصانع المحتوى سامح سند، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جدا ليك. شكرا جدا كده مشاهدينا، وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده، دايما نشوفكم على الف خير.